حاجة تاني من مشاهدي سلسلة بيقول لماذا لا يكون من خدمات أسقفية الشباب خدمة الزواج، خاصة أن هناك الكثيرين الذين لا يمكنهم مفاتحة فتاة مباشرة في موضوع الزواج، أو ليس لهم أقارب في سن الزواج ولا يعلمون كيف يجدون فتاة يرضى أهلها. أنا عايز أسقفية الشباب يعني تبارك راسين في الحلال يعني. دلوقتي اجتماعات كلمتين كثيرة في الكلام. خلاص رد عليك. في ميكروفون. اتفضل يا دكتور. بقول لسيدنا في دلوقتي في القاهرة حوالي 60 اجتماع خريجين وخريجات، يعني مش طلبة جامعة، خريجين يعني أكبر سنا، وفعلا ربنا بيوفاه لسيدنا، وكل ما نروح مثلا اجتماع نبتدي نوزع هدايا للي ربنا يبارك لهم وجوزهم من بعض. ففي يعني الفرصة دي في اجتماعات الخريجين وابتدت تكتر فعلا. بس ما ما يجوش الاجتماعات عشان يتجوزوا.